في أنني كنت مسافرا عن طريق البر إلى الجماهيرية الليبية، وكان السفر في شهر رمضان، وأفطرت 13 يوما، ولكنني لم أتمكن من مواصلة سفري ورجعت إلى بلدي، وما قضيت هذه الأيام حتى العام الثالث. وبعد ذلك سافرت مرة أخرى إلى تشاد، السفر أيضا عن طريق البر، وكان يوم 29 من شهر شعبان، ولم نصم هذا الشهر بسبب السفر، ومضى علينا بعد ذلك حوالي 5 أعوام من الصيام من الفطر الأول، و3 أعوام من فطرنا للشهر الكامل. فماذا نفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. جواب: أما بالنسبة للأيام التي تركتموها من الشهر الأول فإنكم تصومونها قضاء وتطعمون عن كل يوم مسكينا، مقداره ومقدار الإطعام هو نصف صاع من البر أو الأرز. وكذلك بالنسبة للشهر الثاني تركتموه كاملا ومضى عليكم 3 أعوام لم تقضوه، فيجب عليكم القضاء، ويجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ومقداره نصف صاع من البر أو الأرز أو من قوت البلد. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.